الهاتف وزير التربية السابق الياس أبو صعب على ما يبدو للرد على كلام وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق مجذوب. مساء الخير حضرة الوزير. مساء الخير لإلك وللمشاهدين. حضرتك المعنى يعني سميك عم بيقول الوزير المجذوب. ايه معلش الوزير المجذوب للاسف انا بحياتي ما كنت اتدخل اعمل اي انتقاد لوزير تربية سابق، خاصة انه من بعد ما كنت انا بوزارة التربية اجا وزيرين اللي هم مروان حمادي واكرم شي، ورغم انه كانوا من خط سياسي مختلف انما في حد ادنى من التعاطي والاحترام ولو اختلفنا بطريقة العمل. اما الوزير طارق المجذوب فهذا حالة خاصة حقيقة، يعني اليوم لاول مرة عم بسمح لحالي رد، لانه الكلام اللي عم يطلع منه بتحس كانه عم يحكي، يعني كانه بيبصر بنومه اشياء وبيحكيها بالنهار، يعني بيدعي كلام صاير معي وانا قلت له خط احمر وانا هددته، بس حكي وقائع يعني مش صاير. عم بيقول انه انت حضرتك لانه بتقربك سيدي ندى عويجان قلت له انه خط احمر وسندمرك بالقضاء. هذا من نافش خياله، انا صار لي اشهر ماني حاكي معه للوزير المجذوب، وحقيقة تقصدت ما بقى احكي معه لانه شفت انه اخذ وزارة التربية على محل يعني لا رحم التلاميذ ولا رحم الاهل ولا رحم الاساتذة ولا رحم المدارس ولا الجامعات الخاصة. بس هو ليش اذا بده يسلم جدل معك ليش بده يفترض هذا الكلام، يعني هيك يخترع اذا بدك هذا الكلام وهو مش صاير؟ ما بعرف، انا كانوا يقولوا لي انه هو للاسف، يعني عن جد انا بدي اتاسف انه بحكي هيك كلام، يمكن انا مني افضل وزير تربية اجا على هيدي الدولة، ما بدعي انه انا كنت من افضل الوزراء، يمكن وزير عادي التربية مرق على هذه الادارة، بس الاكيد انه هو من افشل وزراء التربية، عمل كارثة بوزارة التربية، بكره حتبين قدام الرأي. خليني ناقشك بغض النظر عن التوصيف استاذ الياس، عم بيقول هو بشكل اساسي انه ندى عويجان مسؤولة البحوث المركز التربوي للبحوث والانماء من 2015 عم تصرف ملايين الدولارات وما عم تعمل مناهج وفي فساد يعني بشكل واضح، هو عم بيوجه اذا بدك بالمضمون. ما هذا اللي بدي اقول لك، اول شيء هو ما عم تصرف، هو عم بيقول الطالب ب 32 مليون دولار وهو ما وافق عليها، بتعرف هو شو معرقل؟ هو معرقل المبلغ اللي انا اشتغلت عليه اللي جبته واللي اقره المجلس النواب من بعد ما فليت انا من الحكومه اللي بيعمل مناهج تفاعليه الكترونيه. والمركز التربوي مكلف انه ينفذ البرامج، شفت لو تنفذ هذا البرنامج كان بالكوفيد هلا كل طالب بالمدارس الرسميه معه ايباد بايده وكان على المنصه الالكترونيه وما كان عندنا مشاكل، انما لانه معالي الوزير المجذوب معرقل بطبعه وهو كان عنده مشاكل. وهلا بدي احكي اخر شيء باختصار على موضوع القضاة اثنين اللي هم موجودين اللي كانوا هم صاغوا هالاتفاق بيننا وبين المجتمع الدولي واللي قدرنا نأمن المبلغ، تخيل معنا 100 مليون دولار بالبنك لليوم بعد ما انصرفوا، كنا عملنا مناهج تفاعليه بالمدارس الرسميه، كنا حطينا كل التعليم الكتروني اونلاين وكل طالب بالمدرسه الرسميه معه ايباد بايده لو قدروا اشتغلوا بهيدي المبالغ اللي صارت موجوده بمصرف لبنان، انما ما بتكل انا انه وزير مثل وزير مجذوب يعرف كيف بده يبلش بهالملف، مشان هيك عم بلوم المركز التربوي حيث قرر يعمل شغله. انت مش حميقة اليوم اذا صار التحقيق مع ندى عويجان بقصه الصرف واذا في فساد، حضرتك على الرغم من القرابه السياسيه يعني ما بتغطيها او منك عم تدافع عنها قبل ما يصير في تحقيق. اول شيء انا بدي اقول لك شغله، ندى عويجان يروحوا يحققوا معها، اصلا راح التفتيش لعندها مثل ما راح على وزاره التربيه من بعد ما عمل قرار باقالتها. بين للتفتيش انه الوزير مزور بقراره وبكره القضاء بيقول كلمته، انا بعتقد لما قال هو انه حدا قال له بدي ضمرك بالقضاء لانه عارف حاله شو عامل، والقضاء عنده بس عم تقول حدا قال له يعني موجود. حدا قال له بدي لا في دعوه في شكاوى بحقه من قبل الموظفين مش بس من ندى عويجان غير موظفين كمان. انت ما توصلت معه عبر الهاتف يعني ما صار في ما بعثت له برساله ما بعثت له بهيدي الرساله ابدا ابدا ابدا، هذا اللي عم اقول لك اياه، بيحلم انه انا حكيت معه بهالموضوع بيطلع بيقوله على التلفزيون، خلي يقول انت حكيت معه انا طيب. وين قلت له في حدا خط احمر وحدا خط اخضر وحدا خط اصفر، صار لي اشهر ماني حكي معه لانه فقدت الامل من الحكي معه، بس بدي اختصر باخر شيء بكلمتين وبكره ان شاء الله نطلع بحلقه وبنحط وبلكي الرد اذا بدك لانه يعني زميلتنا ليال ابو موسى عامله الحلقه 9:30 بيكون ردك بعد الحلقه يعني اذا بدك اكثر من النشر انا لا امتلك كل التفاصيل بالموضوع. بدي احكي شغلتين لانه حكي على انزه اثنين قضاه بشورى الدوله موجودين بوزاره التربيه اليوم القاضي مديح والقاضي عراقي.
عم يتهمهم انه قاطين مبلغ. هذا المبلغ اللي عم يحكيه هذا على 5 سنين وهذا حقهم لانه بالقانون اخذينه. والموازنه اللي طلعت قالت الموظف بالدوله اللبنانيه ما بياخذ اكثر من معاشه الا ثلثينه، هيدي طلعت بال 2019 برضه بس للراي العام. هيدي المبالغ ما عم تندفع لا من الموازنه تبع الدوله ولا عم تندفع من المال العام بالدوله اللبنانيه. المنظمات الدوليه عم تطلب ان يكون في مساعده قانونيه لوزاره التربيه لنقدر نمشي بالبرامج، هن عم بيامنوا هذا المبلغ. وهيدي القضاة تبع شورى الدولة موجودين بكل وزارات الدولة اللبنانية، وأقل معاشات كانوا عم يتقاضوها اللي موجودين بوزارة التربية. حرام الظلم إذا هو وصل بس آخر شيء في حدا من الوزارة قال لي أول ما وصل، قال لهم كيف في هودي القضاة بياخذوا هيدا المبلغ وأنا قاضي شورى الدولة ما بيطلع لي آخذ؟ فيكم تلاقوا لي عائد؟ قالوا له كيف يا معالي الوزير بدنا نعمل لك عائد لحالك؟ يعني الله يستر. عظيم. أنا رح أترك أستاذ الياس أبو صعب، يعني إذا اليوم رح يكون في حلقة على 9:30 كاملة مع الزميلة ليال بوموسى، يعني هي بتمتلك كل التفاصيل، وإذا كان هناك صحيح. ربما أنا اليوم لأنه الحلقة مسجلة بس ليعرفوا العالم، الحلقة مسجلة اليوم ما رح يكون في رد، بس نحن بنعمل حلقة أنا وعدت رح نعمل حلقة على الجديد. عظيم. لحتى نفصل الأمور مثل ما هي من بعد ما لأنه الزميلة ليال بوموسى زميلتك صديقتنا عم تشتغل بكل موضوعية، أنا ما عندي شك بشغلها. بس المعلومات اللي انعطت لها نحن بنحط لها مقابلهم معلومات اخرى. والحكم للراي العام والقضاء. شكرا لك نائب الياس ابو صعب على هذه المداخله.